كانوا بيقولوا ده؟ اكيد لان مؤمن، على فكره مؤمن من الشخصيات الطيبه جدا والشخصيات اللي اي حد ممكن يحب مؤمن، يعني بغض النظر ان هو مثلا راح الزمالك او مشي من الزمالك راح الاهلي. لو جيت تتكلم على مؤمن اي لاعب في اي نادي مش الاهلي والزمالك بس، هيقول لك لا مؤمن شخصيه محترمه وشخصيه جميله. وكلنا طبعا بنتمنى، يعني بنتمنى من ربنا طبعا ان مؤمن يرجع تاني زي الاول ويبقى احسن من كده 100 مره، وكلنا بندعي له من قلبنا. يعني انا شايف ان بطوله افريقيا دي والاحتفال بتاع امبارح دي حاجه قليله جدا، بس انا شايف ان هي حاجه رفعت من روح مؤمن شويه، لان طبعا ان كلنا كنا خايفين ان البطوله طبعا تروح، وكنا برده كلنا كنا خايفين ان الحاله النفسيه او الحاله اللي هيمر بيها مؤمن لو النادي الاهلي ما خدش البطوله. فانا شايف ان ربنا طبعا كنا بندعي له طبعا مؤمن، ويا رب يا رب كده يشفيه ويرجع لنا تاني ان شاء الله بصراحه. طبعا وكانت واحده من اللقطات اللي حتى يمكن تواجد كابتن محمود الخطيب، خدوا بال حضراتكم انا هقول لكم معلومه يمكن انا تقريبا متاكد منها بنسبه 99%، ويا ريت زمايلي في الكنترول ياكدوها لنا. كابتن خطيب ورغم ان هو بيتكلم في المفترض ان احنا ما نحتفلش كتير بالبطوله ونبص في الملف اللي جاي من بعده، عندنا بطولتين مهمين جدا، لكن انا بيتهيالي انه كابتن خطيب مفترض ان هو يكون اسعد واحد في كل الاهلاويه على مستوى الكره الارضيه بالبطوله دي، لان البطوله دي بالنسبه لكابتن محمود هي اول رئيس نادي يحقق البطوله دي كلاعب وكرئيس للنادي الاهلي. يعني ما بيتهيأليش حصلت قبل كده البطوله. احنا اول بطوله حققناها 82 كان كابتن حسن وكابتن صالح الله يرحمهم طبعا، كانوا بطلوا كرة من زمان، فبالتالي مشوار النادي الأهلي